لماذا يا حماس قاتلتم اليهود وهيجتموهم على غزة حتى أبادوها؟ أليس الأولى يا حماس أن تبقوا محاصرين خانعين لليهود حتى لا يقصفوا الناس؟ أليس الأولى بكم أن تجعلوا اليهود يحكموا أرضكم وبلادكم وينتهكوا أعراضكم ولا يقصفوا البلاد والعباد؟ هذا سؤال بعض المسلمين الذين لم يفهموا حقيقة الصراع في فلسطين، الذين لا يعلمون أن اليهود يريدون أن يستسلم المسلمون ويحكموهم ويذلوهم كما فعلوا في مناطق أخرى في فلسطين. ولو لم يبدأ المجاهدون بتحرير أرضنا من اليهود لازداد اليهود في طغيانهم. يريدونك أن تقتنع أن المعركة بين حماس وإسرائيل، يريدونك أن تقتنع بأن أناسا قد تخاصموا على قطعة أرض ولكل منهم حق فيها، كما أقنعوك في السابق أنها قضية سوريين بين حاكمهم وبين شعبه لا علاقة لك بهم، وكما أقنعوك في السابق أنها قضية عراقيين طائفية ليست غزو كافر غاشم، وكما أقنعوك في السابق أنها قضية ليبيين مع بعضهم، وأقنعوك أنها قضية تونسيين لا تتدخل بهم، وهكذا حتى ينفردوا بالمجتمعات المسلمة بلدا بلد، ولا تستطيع أن تحرك ساكنا بحجة خليك في بلدك وما لك علاقة في الآخرين. لا يريدونك أن تفهم أنها معركة عقدية وجودية. اجتمع الغرب في هذه المعركة في صف الصهاينة، واجتمعت الشعوب المسلمة في صف فلسطين. تكالبت الكلاب على غزة حتى قال كلب أمريكا بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لأنشأناها ولا أوجدنا إسرائيل، وأرسل لهم شحنات من الأسلحة المدمرة، واستعد بإرسال 2000 جندي مسانداً لإسرائيل. وكذلك الدول الغربية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، استعدت لمساندة إسرائيل عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً، حتى أنهم لم يبالوا بالضحايا من الأطفال والنساء والمرضى، وما مشفى المعمداني عنا ببعيد. لم يبالوا بالأطفال ولا المرضى ولا النساء مع قدوم كلابهم للاجتماع في تل أبيب. الأنظمة الأوروبية علمت حقيقة الصراع وتأهبت للمواجهة. هذه أنظمتهم وهذا فعل حكامهم. وأنظمتنا وحكامنا وقاداتنا وجيوشنا ماذا فعلوا في هذه المواجهة؟ الجريء منهم من خرج يندد في بيان ويستنكر على إسرائيل. هذا الشجاع، الشجاع أخرج بيانا وقالوا: نستعد لعقد مؤتمر لمباحثة القضية. أي مؤتمر تتحدثون عنه؟ المؤتمر الذي أرجع بشار للجامعة العربية، أم المؤتمر الذي حاصر أهلنا في الشمال السوري وفي إدلب خاصة، الذين خذلوا المسلمين في غزة وقبلها في سوريا؟ لا يهتموا إلا لمصالحهم، وستدور الدوائر عليهم ولا يجدون في وقت الشدة ناصرا لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن يستنقص فيه من عرضه
وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب نصرته. إذا جبنتم ولم تستطيعوا نصرة إخواننا في غزة فافسحوا المجال لمن أراد نصرتهم. إذا خارت قواكم وخشيتم على مناصبكم فهناك من الشعوب من يحمل روحه بين كفيه، فدعوهم يذهبوا. هذه المعركة تعنينا، هذه معركتنا، هذه معركة الأمة، لا يحق لأحد أن يختزلها عنده، لا يحل لأحد أن يقول للأمة أأذن لكم أو لا أأذن. نرى الأعراض تنتهك، ونرى الناس والنساء يستصرخون بنا، ونرى المشافي تقصف، ونرى أشلاء الأطفال. فاليوم يوم الملحمة، لا رأفة بالمجرمين ولا مرحمة. قسما برب الكون من خلق الورى، لن نستكين ولن نهين سنثارا. نار الحروب تسعرت وتلهبت، وقلوبنا نار الحروب تسعرت وتلهبت وقلوبنا من غيظها تتسعر. دول النفاق تجمعت في حربنا، ولسانهم نحن القوى لن نقهر. قد أجمعوا بسلاحهم وعتادهم من كل فج كافرا متجبرا. قتلوا النساء ولم يراعوا حرمة، قتلوا الصغار وهذا أمر منكر. يا أمة المليار، يا أمة المليار، كم صاحت بنا أخت لنا من بينهم تستنصرا. هاتوا سلاحي، لا بيانات ولا خطب ستجدي عند قوم كبرا. قوموا إلى جنات عدن إنها قد فتحت وتزينت بالعنبرا. أو ما عقلتم آي ربي منزلا، من باع نفسا للإله قد اشترى. نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد فوق حبات الثرى. بعنا النفوس، نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد فوق حبات الثرى. بعنا النفوس لأجل نصرة ديننا، ما خاب شعب في الوغى قد كبرا. اليوم الصراع الداخلي بين الصهاينة كبير، والخلاف بينهم عظيم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ها هي جثث قتلاهم تملأ الطرقات، ها هم جرحاهم يبكون كالنساء، ها هم جنودهم يتخبطون كالبهائم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. الواجب اليوم على كل قادر من أهل فلسطين خاصة أن ينفر للجهاد في سبيل الله ويدفع العدو الصائل. الواجب على كل مسلم خارج فلسطين أن ينصر إخوانه بما يستطيع، وأن يخذل عنهم ولا يخذلهم، ينصرهم بنفسه، فإن لم يستطع بماله، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلمه وبيانه، فإن لم يستطع فبدعائه وحمل القضية. ولا تستصغر المظاهرات، فهي رسائل للدول الكبرى المجرمة وللدول المتخاذلة المسلمة أن الشعوب عزيزة لا ترضى الهوان.